وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب النرويجي تاري تافيد، صاحب كتاب رحلة النيل والأستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة بيرغن وأستاذ التاريخ العالمي بجامعة أوسلو بالنرويج. أهلا بك معنا. وبداية، كيف ترى نهر النيل، خاصة وأن كتابك رحلة النيل يعد واحد من أهم الكتب التي تناولت هذا النهر العظيم؟ لماذا اخترت نهر النيل؟ هل عدت إلى التاريخ المصري ووجدته ملهما، أم لماذا اخترت نهر النيل ليكون محور هذا الكتاب العظيم؟ حسنا، كان الأمر منطقيا. كنت أقوم بدراسة الدراسات الاجتماعية. هذا النهر له تاريخ طويل أطول من أي نهر آخر، وقرأت كثير عن هذا النهر. في العصر الروماني أيضا له تاريخ طويل وحافل. فأردت أن أكتب كتابا مختلفا عن نهر النيل. فهو كتاب مختلف عن أي كتاب آخر. حاولت تسجيل كل الكتب التي كتبت عن هذا النهر، حوالي 4000 كتاب ومقال. فعلمت هذا التاريخ الحافل بقصة نهر النيل وتاريخه من حيث الجغرافيا أيضا. كل هذا حاولت أن أنقله من خلال الكتاب. لا أعلم إذا كنت قد نجحت، ولكن كان هذا هو هدفي. حضرتك أيضا وصفت نهر النيل بأنه يتمتع بتاريخ طويل وأكثر تعقيدا وحافلا بالأحداث والسياسات المائية. قبل أن أتوغل في تفاصيل أيضا تتعلق بتحديدا وصفك وبعض التفاصيل التي لها علاقة بنهر النيل، ولكن هذا أيضا يجعلني أسأل حضرتك أنه بالتأكيد هناك خصوصية ما لشكل العلاقة بينك وبين مصر تحديدا، وبوجودك في معرض القاهرة الدولي في الدورة 55. ما الذي يميز تحديدا هذا المعرض من وجهة نظرك؟ وأيضا ما الذي تتميز به من خصوصية مصر لديك؟ بالنسبة لي، النرويج هي على النقيض تماما من حيث الطقس. في النرويج لدينا 3000 مسطح مائي. في النرويج كل عام وكل يوم وكل ليلة متوسط الأنهار 300,000 متر مكعب من المياه الأمطار. اهتمامي بمصر كان بسبب أنها على النقيض تماما من النرويج من حيث الطقس، ولهذا كان الأمر مثيرا للاهتمام بالنسبة لي لدراسة مصر والتعلم من التاريخ المصري، وهذا نقلني لدراسة التاريخ النرويجي أيضا من وجهة نظر مختلفة. فالنرويج ومصر هي علاقة مثالية إذا كنت مهتما بالأنظمة المائية المختلفة وتدخلها مع المجتمعات المختلفة. أعتقد أنها أداة لفهم المجتمع.
إذن حضرتك تعمل حاليا أستاذا في قسم الجغرافيا بجامعة بيرجن وأستاذ التاريخ العالمي بجامعة أوسلو بالنرويج، فضلا عن عملك السابق كأستاذ للعلوم السياسية ودراسات التنمية. عودة إلى نهر النيل، كيف رأيته خلال 7000 عام وهو شريان الحياة بالنسبة للمصريين، والتغيرات التي حدثت في نهر النيل على مر هذه السنين الطويلة، وكيف أثرت خلفيتك العلمية في رصدك وتحليلك لتاريخ هذا النهر؟ أمل أني تمكنت من فعل هذا، أن أجلب كل هذه النقاط معا حتى يتسنى لي أن أرسم صورة أشمل لنهر النيل والسياسات المائية أيضا والتاريخ الحافل. حاولت أن أخلط بين كل هذه النقاط في هذه القصة. عندما يتعلق الأمر بنهر النيل، إنه أطول نهر في العالم، وأيضا كمية المياه به ليست كبيرة مقارنة بنهر الأمازون، حوالي 40 مرة أكثر من نهر النيل في نهر الأمازون، فهو أطول نهر. ليس لديه كثير من المياه، ولكنه يمر من خلال 11 دولة، وكان هناك تاريخ حافل لهذا النهر والعيش على ضفافه والحياة تعتمد عليه بشكل كبير. ما حاولت فعله هو تحليل تطور علاقة الإنسان بنهر النيل خلال تاريخ الحافل، آملا أن يسلط هذا الضوء على نهر النيل. إذن هي رحلة طويلة مليئة بالعديد من الجوائز والأفلام والكتب، بالتأكيد تلقيت العديد من القصص، وأيضا قابلت العديد من الأشخاص الذين كان لهم تأثير سواء علمي أو ربما إنساني خلال مسيرتك وكتاباتك. ما أبرز هذه القصص الإنسانية ربما أو العلمية؟ بالطبع قابلت العديد من الأشخاص المثيرين للاهتمام وعلى قدر عادي من المعرفة، وسافرت في كل مكان حول نهر النيل عدة مرات، ولكن المشكلة ليست مشكلة، ولكن أن نهر النيل مثير للاهتمام جدا، على الرغم من كتابة الكتب عن نهر النيل لازلنا لا نفهم نهر النيل بشكل كامل بكل تفاصيله. حاولت أن أتضمن هذا الكتاب بعض القصص بعد النقاط في القرن 19 أيضا. عديد القصص التي تضمنها هذا الكتاب هي دراسة تاريخية ورحلة من خلال الإسكندرية أيضا وإلى مختلف المدن حول أفريقيا. السيد تاريخ، أريد أن أقف عند جملة أهم قلتها سيادتكم، وأنك ما زلت لا تفهم جيدا نهر النيل. ماذا تعني بهذه الكلمة، وما الذي تريد أن تفهمه أكثر مما وجد في 4000 كتاب وكل التاريخ العظيم الذي خط فيه وبعد هذه الجوائز؟ كما قلت أعتقد أن كتابي مختلف، أنها تعتبر
سيرة ذاتية تاريخية للمنطقة ونهر النيل كالبطل الرئيسي في الرواية. أعتقد أن هذا مختلف من الكتب الأخرى، ولكن كما قلت أنه نهر مهم في العالم، وهناك بعض العوامل المهمة في السياسة أيضا في المنطقة. هناك الكثير والكثير الذي لا زلت لا أعرفه ولم أتمكن من دراسته بشكل كامل. دائما ما يكون هناك بعض الشيء الذي لا نعرفه بعد. طيب فيما يتعلق بأكثر الأشياء ربما المدهشة عن نهر النيل، برأيك ما المدهش، ما الأكثر إدهاشا وربما يسبب لك هذه الحيرة الكبيرة عن نهر النيل؟ لا أعلم ما هو الأمر الأكثر دهشة. أعتقد أنه نهر استثنائي يلعب دورا مهما على مر آلاف السنين، وسيستمر على الأرجح أن يظل بهذه الأهمية لآلاف السنين أيضا في المستقبل. فهذه الاستثنائية التي يتحلى بها هذا النهر وتمكن من تأثير وتشكيل تاريخ العالم، هذا هو الأمر الأكثر روعة فيما يتعلق بهذا النهر. سيد تاريخ، ختاما لأسئلتنا لك، هذا العام دولة النرويج هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وكنا بالأمس في حلقة الأمس نستضيف الكاتبة الكبيرة هانا أورستافيك الروائية الكبيرة الحاصلة على العديد من الجوائز. كيف ترى مشاركة النرويج هذا العام، وكيف تثري الثقافة المصرية والنرويجية على حد سواء؟ أعتقد أنه أمر مهم للغاية. النرويج ومصر دولتان مختلفتان من وجهة نظر الطقس والتاريخ أيضا. مصر لديها تاريخ حافل وطويل، ولكن النرويج لديها تاريخ قصير حوالي 5000 أو 4000 سنة بعد مصر. فالأمر مثير للاهتمام، وبسبب هذه الظروف السياسية الحالية أعتقد أن العلاقة بين مصر والنرويج والشعب المصري والنرويجي هي أقرب من أي وقت مضى. فأعتقد أنه أمر إيجابي للغاية، وسأتحدث للمزيد اليوم في معرض الكتاب. هذا هو شكل الغلاف للنسخة باللغة الإنجليزية، وهو يسمى أكثر نهر مهم في تاريخ البشرية. أهلا بك في مصر، وبالطبع هو غلاف مميز للغاية. ربما كنا نريد المزيد من الوقت للحديث عن اختيارك لهذا الغلاف، ولكن أهلا بك في معرض القاهرة الدولي في دورته 55. شكرا جزيلا الكاتب النرويجي تاري تفيد، صاحب كتاب رحلة النيل، والأستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة بيرغن، وأستاذ التاريخ العالمي بجامعة أوسلو بالنرويج. كنت معنا من القاهرة.